لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحلل الاستراتيجي دكتور جمال عمرو. دكتور مرحبا بك. الكيان الصهيوني يبدو أنه يحاول تفريغ القدس من سكانها من سحب أو عن طريق سحب هوياتهم، هل تطلعنا أو تطلعنا حضرتك على تفاصيل أكثر بشأن هذا القانون؟ نعم، هو ليس احتلالا بل هو إحلالا، ولديه تجربة ناجحة في الشطر الغربي من مدينة القدس، إذ استطاع أن يفرغ 39 حيا بالكامل من سكانها وشطبهم وإدالتهم من المدينة في شطرها الغربي بالكامل، وهي 80% من المدينة عام 1948. والآن هو ينتقل لمرحلة جديدة لإدالة 18 حي فلسطيني في الشطر الشرقي المحتل عام 1967، إزالتهم بشتى الوسائل والذرائع. الذريعة الآن هي سيئة جدا وفاشية وعنصرية بكل المقاييس، وهي على المقدسين أن يعلنوا الولاء للدولة الصهيونية التي تحتلهم وتذلهم صباحا ومساء، ومن يخالف ذلك ومن يخرج عن ذلك فإن وزير الداخلية لديه الصلاحيات الكاملة، وهو القاتل وهو المستوطن وهو الفاشي والعنصري وهو الذي لا ينتمي لمدينة القدس ولم يكن يوما من الأيام في مدينة القدس، هذا الفاشي العنصري له الصلاحية الكاملة بطرد ابن المدينة الذي هو ابن هذه المنطقة التاريخية والمقدسة كابرا عن كابر منذ 6000 عام، أي قبل ميلاد اليهود فوق الأرض ب2000 عام. تخيلوا كم حجم الظلم والعدوان الآثم من الوافدين الذين لا علاقة لهم بالقدس، كيف يتحكمون في رقاب المسلمين في هذه المدينة المقدسة؟ نعم، المنظمات الحقوقية تحدثت عن تجريد الاحتلال أكثر من 15,000 فلسطيني من حق الإقامة في القدس، طبعا ذلك على مدى عقود. ما أثر ذلك برأيك دكتور على التركيبة السكانية؟ نعم، هذا الرقم هو رقم حقيقي وهناك إثباتات لهذا الرقم، لكن لا يحسب بهذه الطريقة على الإطلاق، إنما الحسبة تتم بأن 15,000 تم سحب هوياتهم منذ سنوات، وهم كانوا متزوجين أو على وشك الزواج وشكلوا أسر، فأصبح تعدادهم فوق 50,000 الآن، وجميع 50,000 لا يمتلكون هوية القدس الآن، وبالتالي التأثير الديمغرافي خطير جدا، لا سيما أخي إذا ما تخيلنا أن الأمر لا يقتصر على سحب الهويات لهذه الآلاف المؤلفة، بل لضم قطعان وسواب المستوطنين من المستوطنات المجاورة في المدينة المقدسة لتصبح متروبوليتان جيروسالم المدينة الكبرى اليهودية عاصمة الدولة اليهودية، هكذا يريدها نتنياهو وترامب. وبالتالي الحرب الديمغرافية الآن اشتعل سعيرها، والآن الحديث عن أن الاحتلال يريد أن يكون المقدسيون فقط 12% من السكان على 11% من الأرض في 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 أقل من دقيقة لو سمحت. كبير مفوضي السلطة الفلسطينية دعا لقمة عربية في الرياض أو دعا القمة العربية في الرياض إلى عدم الاعتراف بقرار ترامب، إلى أي مدى تعتقد ذلك كافيا؟ أنا أعتقد أن الأخ طابع رقات وهو زميلي في الجامعة أنه أحيانا ينطق بالحق، وأنا أحييه عندما يقول ليس مثل هذا التصريح التافه أكرمكم الله، وهو تصريح لا يرتقي إلى مستوى أي احترام أخي طابع رقات، لكن نحن نحترمك عندما قلت للأخ الرئيس أبو مازن لا تزعل علي الذي يحكم الضفة الغربية هو ليبرمان وهو باروخ، يعني وهو يتحدث بهذه الطريقة عن الصهاينة أنهم يحكمون الضفة الغربية والقدس، وبالتالي صدق الرجل وهو الآن يعترف يقينا وهو كبير المفاوضين بأنه أخطأ في أوسلو وأنه ضلل الفلسطينيين 20 عاما وكان ينتهي تغيير وليس قلبي أو رئاسي. شكرا لك، شكرا جزيلا. هكذا قال. نعم، دكتور جمال عمرو المحلل الاستراتيجي كنت معنا من القدس، شكرا لك.